إذا بتعملي فيني شي فوقت الكل رح يعرفوا الحقيقة وإنتي رح تخسري الأوتيل. آخر مرة بسألك وين أختي؟ أختك في حدا أزاها خلو؟ خلينا أصوات سلاح الجريمة. لازمنا دليل قوي على القليلة أو شي واقعي مو مجرد حكي. مليت من كل اللي عم نعمله، كأنه نحن هلأ عم نركض ورا خيال. لازم نفكر بشي طريقة لحتى نوقعهم. في حلقة ضايعة وهي اللي بتربط كل الأمور ببعضها ولازم نلاقيها. ولعلمك أنا ما رح استسلم أبداً، وبدي أعرف مين هو اللي عمل فينا هيك. أنا ما فيني أتزوج علي، لا تدمرني بإيديك هدول وتخليني أتزوج وبترجعك. صار لازم تتخلصي من تحكم على الدائم فيكي. كأني عم بقطع الحبل اللي أمي ما قدرت تقطعه طول حياتها. طالما قررتي تروحي وتعيشي لحالك لازم تطلعي فوراً من بيتي. تابعونا في أبريل على فوكس روايات.